اهلا بكم حبايبي طالب طلبات الصف الرابع الابتدائي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اتمنى يا ولاد ان انتوا تكونوا بتذاكروا مجتهدين، ربنا معاكم. ماده الساينس ماده جميله، اهم حاجه ان احنا نذاكرها اول ما اول. عايز يبقى ليك مستقبل جميل لازم تحب ماده الساينس. ممكن نتعب شويه في البدايه علشان المصطلحات وكده، بس محدش يخاف. يعني في البدايه كفاح، وفي النهاية يا ولاد نجاح. لازم نتعب أو نشد حالنا عشان نبقى ممتازين. كل الطلبة اللي عطنا لهم تعبوا شوية كده في البداية في سنة رابعة، بس بعد كده بقوا متميزين وشاطرين واكتسبوا كم جميل جدا من الكلمات، وأصبح الساينس جميل أوي أوي في سنة خمسة ابتدائي بسبب محصلة الكلمات الجميلة اللي حفظوها. فلازم نتعب مع بعض ونشد حالنا أوي أوي الفترة دي عشان نبقى ممتازين إن شاء الله في المستقبل. مع بعضينا يا أحلى طلبة وطالبات، الدرس الخامس STEM in Action، زي حاجة كده تطبيقية في الحياة. أول حاجة بتكلم فيها حاجة اسمها Careers and Adaptation. Career يعني وظائف، Adaptation يعني تكيف. Through Research، خلال أبحاث العلماء. Can Learn، خلال الأبحاث العلماء. Can learn ممكن تتعلمه how different organisms adapt to their environment. يعني العالم ده وظيفته ان هو ممكن يعرف الكائنات ازاي بتتكيف مع الظروف البيئية. اوكي، عشان كده العنوان بيقول careers، الوظائف والتكيف، يعني في علاقة ما بين وظيفة العالم وفهمه لتكيف الكائنات الحية. في ناس متخصصة في هذا المكان، في هذا المجال. فهنا بيقول and help العالم ده او العلماء دول بيساعدوا endangered species survive. يعني العلماء بيساعدوا الكائنات المهددة بالانقراض على انها تبقى على قيد الحياة او انها تعيش. فهمتوا العنوان careers and adaptation؟ يبقى في علماء اللي هم scientist من خلال الابحاث قدروا يعرفوا الانواع المهددة بالانقراض ازاي تعيش. اوكي، زي ما نشوف كمان شوية. In this lesson we are going to study amphibians. هناخد مثال مهم جدا اسمه amphibians. يعني ايه amphibians؟ يعني بر مائيات. اللي يسموها بر مائيات ممكن تعيش على البر وفي المية. زي مين؟ زي الفروجز، ضفادع. فاهمين يا ولاد؟ يبقى الامفيبيانز which are one of the most amazing living organisms on the earth، من الكائنات الرائعة جدا الحية اللي على سطح الأرض. فاهمين يا ولاد؟ طيب الأمفيبيانز تعرفها they are small animals، هي حيوانات صغيرة that live on land and water، تعيش على اليابس، بتعيش في المية. اليابس ده اللي هو البر، فسموها بر مائيات. بر يابس، مائيات ماء، فممكن تعيش على اللاند وتعيش في الوضع. such as مثل ايه بقى؟ frogs، toads ده نوع معين من الضفادع. فاهمين يا ولاد؟ ايه كمان؟ salamanders. حاجة اسمها ايه السالامندرز؟ تلاتة دول تبع ايه؟ تبع الامفيبيانز. يعني ايه امفيبيانز؟ بر مائية. شوف اللي بعده. They can، هنا بقى بعض المعلومات عن الأمفيبيانز. They can live in moist or wet environments، ممكن تعيش في بيئات رطبة. like rainforest، تعيش في الغابات الممطرة. water streams، مجاري المية. and ponds، اللي هي البرك بتاع المية. like humans، زي البشر بالظبط. adult amphibians، الأمفيبيانز البالغة البرمائيات. can breathe using lungs، يعني هما متشابهين معانا ان هما ممكن يستخدموا اللانجز فور بريسي، ممكن يتنفسوا عن طريق الرئتين. اوكي، بس مين الكبير فيهم؟ when they are on land، لما بيبقوا على الارض. but amphibians can also take an oxygen from water، يعني هما بيتنفسوا بطريقتين، لا اما عن طريق الرئتين زي الانسان، لا اما عن طريق الجلد وهما في الميه. بيقدروا يمتصوا اكسجين الماء من خلال الجلد بتاعهم. فهنا في طريقتين لعمليه التنفس، عن طريق اللانجز
او ياخدوا اكسجين، تيك ان اكسجين فروم ووتر. مين قبل كده كان بياخد الاكسجين من الماء؟ الفيش، عن طريق ايه؟ الجلز، الخياشيم. لكن هنا كانوا بياخدوا عن طريق اولاد، عن طريق الاسكال. نشوف مع بعض بقى الاستراكشرال ادابتيشن اوف امفيبيان تو ليف ان ويت انفايرمنت، يعني التكيف التركيبي للبرمائيات عشان يقدروا يعيشوا في البيئات الرطبه. امفيبيانز بريس ان او ريسباير، بيتنفسوا ثرو ذير لانجز، خلال الرئتين، اند سكن. معلومه قديمه لسه قايلنا، يبقى الامفيبيان بيتنفسوا خلال الرئتين او الجلد. To adapt to live on land and in water as follows، يعني ممكن يتنفسوا على الأرض، يتنفسوا من خلال الرئتين على الأرض، يتنفسوا من خلال الجلد وهما في الماء. نشوف الكلام ده بالتفصيل من خلال هذا الجدول. Breathe in through lungs، التنفس خلال الرئتين. On land، هنا بنأكد إن هما بيتنفسوا على الأرض. الأمفيبيانز إنهيل أكسجين، الأمفيبيانز بيتنفسوا يستنشقوا الأكسجين from air through their lungs. هنا بياخدوا الأكسجين أوكي بتاع الهواء خلال الرئتين. المربع التاني ده بقى يقول لك breathe in through skin، تنفس خلال السكن. The bodies of amphibian are covered with skin، الأجسام بتاعتهم مغطاة بإيه؟ جلد. That allow water and gases to pass through، الجلد ده بيسمح بمرور الماء والهواء خلاله. So they can absorb أو extract، ممكن الجلد ده يستخلص أو يمتص الأكسجين directly from water. يبقى هنا الأمفيبيانز بتتنفس بطريقتين، وهي على الأرض عن طريق اللانجز، وهي في المية عن طريق السكن، because skin has the ability to absorb water and oxygen. صفحة 79 اللي بعديها، ودرس قصير ولا مش هقول معانا كتير، يلا مع بعض. بيقول هنا يا محترمين، أمفيبيانز نيد، خلي بالك بقى، مش معنى ان هو ممكن الانفيبيانز تتنفس عن طريق الجلد في الماء يبقى اي ميه وخلاص، لا، ده كمان يقول لك نيد كلين ووتر، محتاجه ميه نظيفه لان هي كائنات حساسه جدا. اند اير، محتاجه ميه نظيفه، هواء نظيف، تو ستاي هيلسي، حتى تبقى بصحه كويسه، هيلسي صحيحه. بيكوز ذي ار فيري سنسيتيف، بيكوز ذي ار very sensitive to the، لأن هي حساسة جدا to the effects، لتأثيرات ال water pollution، هذه الكائنات حساسة لتلوث الماء، لتلوث الهواء، للفيروسز that can travel through air، الفيروسات اللي ممكن تنتقل عن طريق الهواء. طيب نشوف مع بعض بقى role of scientists، ايه دور العلماء to protect many types of amphibians. عشان اخدنا العنوان careers and adaptation، الوظائف والتكيف، بقى ده دور العلماء، هما وظيفتهم كده، وظيفتهم ان هم يحموا انواع عديده من الامفيبيانز فروم اكستينكشن. اكستينكشن يعني الانقراض. ازاي العلماء ها يحموا هذه الانواع من الانقراض؟ قالك ساينتست اللي هي البيولوجيست، بيولوجيست علماء الاحياء، ار وركينج تو سيف ميني تايبس، بيشتغلوا مع بعض عشان يحموا او يحافظوا على انواع مختلفه من الامفيبيانز فروم اكستينكشن باي ستادينج، عن طريق دراسه ايه بقى؟ هاو امفيبيان بريس ان اير اند ووتر، ازاي بيتنفسوا في الهواء والميه. فاكتورز، العوامل، كوز اير اند ووتر بوليوشن، العلماء بيدرسوا بيعرفوا ايه العوامل اللي بيخلي الهواء يتلوث والميه تتلوث، عشان يتجنبوا هذا التلوث عشان يحافظوا عليها. That affects the life of amphibian، اللي بيؤثر على حياة الأمفيبيان. طبعا كل ده يا ولاد يتفهم مش يتحفظ. What makes this animal sick، ايه اللي بيخلي الحيوانات دي بتمرض؟ In their environment، خلاص يا ولاد، ده دور العلماء في هذا المجال. نقول تاني، يبقى هنا بيقول لنا العلماء بيعرفوا ازاي الأمفيبيانس بيتنفسوا في الهواء والماء،
ايه العوامل اللي ممكن تسبب تلوث الماء والهواء؟ ازاي الحيوانات ممكن تكون مريضة في هذه البيئة؟ ايه اللي بيخليها مريضة؟ فبالتالي لما يعرفوا الحاجات دي يعرفوا يعالجوها كويس. اوكي سو يقول لك هنا بقى لذلك how do people help in protection، ازاي الناس بتساعد في حماية الامفيبيانز from extinction. يعني انا وانت لنا دور كبير في حماية الامفيبيانز from extinction، من الانقراض، ان احنا نحافظ على نظافة الماء والهواء. clean air and water are important for amphibians. الهواء النظيف، المياه النظيفة مهمين جدا للبرمائيات. so people should، لذلك على الناس avoid throwing waste، يعني يتجنبوا إلقاء النفايات in water. waste material هي النفايات، البقايا، الحاجات اللي مش كويسة، نتجنب ان احنا نلقيها في الماء علشان الماء ما يتلوث، عشان نحافظ على الامفيبيانز. dispose of chemical، التخلص من المواد الكيميائية in correct way. يعني ما ينفعش نبني مصانع بجوار المية والبقايا بتاع المصانع نرميها مثلا في المية. يبقى التخلص من الكيميكال بطريقة صحيحة. هل هذا يساعد to avoid water pollution، لتجنب تلوث المياه. ملاحظة بسيطة وسهلة ويبقى قربنا نخلص. 90 species، ملاحظة جميلة. يقول لك يبقى 90 نوع من الامفيبيانز have become extinct، انقرض، in last 20 years، في اخر 20 سنة. in addition، بالاضافة الى في حوالي 124 other endangered species. يبقى 90 نوع انقرضوا و124 مهددين بالانقراض. اخر حاجة يا محترمين واقول لكم باي باي. يلا اختبر نفسك بقى، انت اكيد ذكي وشاطر وهتعرف. ها true or false، strong chemical into the water، القاء المواد الكيميائية في الماء doesn't affect، لا يؤثر على life of amphibian، لا يؤثر على حياة الامفيبيان. true or false، بيقول لك القاء الكيميكال لا يؤثر، طبعا فولس، القاء المواد الكيميائية يؤثر، هنا بيقول لك doesn't affect، لكن هي في الحقيقة بتؤثر على حياة البرمائيات. اتنين، amphibians press in through their lungs and skin، الامفيبيانز ممكن تتنفس خلال اللانجز والسكن، طبعا الإجابة ترو. بكده يا ولاد لسن 5 خلص، أتمنى إن أنتوا تكونوا فهمتوا واستفدتوا. ربنا معاكم يا أحلى طلبة وطلبات، وربنا يوفقكم، ومن نجاح إلى نجاح دايما، ولا لقاء في الفيديو القادم إن شاء الله.